أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية، ونستعرض خلال هذه الساعة أبرز الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية. والبداية بالطبع ستكون من آخر التطورات في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. معالي السادة، أن بروتوكول الإسكندرية أدت إلى إنشاء وإقامة جامعة الدول العربية. اسمحوا لي أن أهنئكم على الإنجازات التي حققتها الجامعة، لا سيما المبادرة العربية للسلام والتي تشاركنا فيها نحن في الاتحاد الأوروبي من أجل بناء مستقبل أفضل لهذه المنطقة. قد يقول البعض أنها اتفاقية قديمة، حيث أنها عقدت منذ 20 عاما ولم تنفذ حتى الآن. في حقيقة الأمر الكثير قد نسى هذه المبادرة العربية للسلام، ولكن في حقيقة الأمر تستطيع أن تسرع بوتيرة هذا الحل تجاه وضع حد لهذا الصراع بإعادة التأكيد على هذه المبادرة ورفع الوعي بها في كافة أنحاء العالم. معالي السادة الكريم، نعلم أن الآن قد مضى عام على هذه الحرب وهذه الإبادة الجماعية التي أدانها الاتحاد الأوروبي، وهي أزمة من الناحية الإنسانية. ونحن من وجهة النظر الأوروبية لا يوجد لدينا ما نضيف فيما يتعلق بهذه الأزمة، فقد قيل كل شيء، الحقائق والأرقام، إلا أننا وهناك نجاح لهذه الحملة الخاصة والتي تم تنفيذها وأثبتت نجاعتها. الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر فيما يتعلق باتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن لم توقع ويبدو أنه لن توقع في المستقبل القريب. لماذا؟ ببساطة لأن القائمين على اندلاع هذه الحرب ليس لهم مصلحة في وضع حد ونهاية لها، لذلك هم يحاولون أن يتظاهروا. وإذا مؤسسات كما المحكمة الجنائية لم تحترم، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية، من يمكننا أن نثق به بعد هذا؟ خلال اجتماع كنا ننظر إلى عدة أمور، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه السياقات؟ منذ 6 أشهر كنا نتحدث بجدية حول اليوم التالي، وها نحن كأننا نعيش في صحراء، ليس فقط بسبب أنه يوجد هدنة في غزة، ولكن ما الذي سيحدث في الأفق حيث امتد هذا النزاع إلى الضفة الغربية؟ في الأعضاء المتشددين في حكومة نتنياهو يحاولون أن يجعلوا الأمر مستحيلا ليكون هناك دولة فلسطينية مستقبلية، جبهة جديدة قد بدأت بهدف واضح أن تتحول الضفة الغربية إلى غزة جديدة بزيادة العنف وتقويض السلطة الفلسطينية وزيادة هذه الاستفزازات، وإنهم لا يخجلون أن يقولون أمام العالم أن الضفة الغربية هي المستوطنة التالية. المجتمع الدولي متجاهلينه تماما، يقولون الضفة الغربية
ستكون غزة جديدة وأن غزة ستكون مستوطنة جديدة. إنهم يقومون بتجهيز للمستوطنات في ضوء كل هذا بالنظر إلى أفق حل الدولتين الذي قد عدناه أكثر من مرة. بينما نحن نتقدم مع المجتمع الدولي وهذا الفشل المتكرر وهذه التنديدات التي تفشل في التنفيذ، ولكن الأفراد يقومون بتنفيذ. بالأمس قمت بزيارة معبر رفح وأرغب أن أشيد بهذه الأدوار الأشخاص الذين يعملون أمام هذه الصعوبات لمحاولة إدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، حيث المدنيين الذين هم في حاجة مس بحاجة مسة وبشكل بالغ. بالمناسبة أود أن أقول أن وحدة مراقبة الحدود مستعدة للعمل. لذلك من ما الذي يمكن أن يفعله الأوروبيين؟ ما الذي يمكن أن نفعله؟ أعتقد أننا نحتاج أن نستعيد المبادئ الأساسية الخاصة بالمستوطنات، والمبادئ هنا موجودة ولقد تم التصريح حولها بشأن محكمة العدل الدولية. ما الذي ينقصنا هو الإرادة السياسية للتنفيذ. يجب أن نرفع صوتنا حول هذه المعاناة في غزة التي تحدث مرة أخرى. يجب أن تقوم ببدء عملية حيث يعمل كل الأطراف وفقا لجدول أعمال، جدول أعمال بأفق واضح ليستطيعوا العمل سويا. ثانيا، يجب أن نقوم بإعادة تنشيط السلطة الفلسطينية للقيام بدورهم وأيضا لدعمهم ماديا. ثالثا، يجب أن نعمل على تسهيل كل محاولات المحادثات والتفاوض والمحور بين فلسطين كما حدث سابقا مع الرئيس السابق أوربرت. يجب ألا نيأس في التواصل مع المجتمع المدني الإسرائيلي حتى في هذا السياق، وخاصة في هذا السياق الجميع ليس فقط الأوروبيين ولكن أيضا الفلسطينيين والمجتمع المدني العربي. أعلم كم يبدو الأمر صعبا، ولكن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم. دعوا في أذهانكم أن الوضع الإنساني وأن المجتمع المدني قد صدموا بما حدث في 7 أكتوبر. لابد أن نتحدث معهم وأن نظهر أن لا يوجد أي هدف لهذا إلا لوقف هذه التعقيدات، وهذا هو الهدف الواحد الذي يجب أن نسعى خلفه. أود أن أكون واضحا أن الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي يجب أن ينظر في أمرين مختلفين. وكما يقول أصدقائي، منذ عدة سنوات إن إسرائيل لن يكون لديها أمن دائم بلا سلام. يجب أن يؤمنوا بهذا الأمر. إن الفلسطينيين يجب أن يكون لديهم رؤية مشتركة للمضي قدما، لأن إذا وجدت هذه الرؤية فإن حقوقهم وشرعيتهم في هذه الأراضي سوف تتحقق. نحن كأوروبيين يجب أن يكون لدينا نهج مشترك، وهذا ما أعمل عليه بلا كثبة. بالرغم من محدودية الظروف، فلم أرى أي قضية حولها كل هذه الانقسامات في الاتحاد الأوروبي كقضية فلسطين. وأيضا الدول العربية لابد أن يكون لديهم نهج مشترك في التنسيق. جميعنا نعلم أن هذا خلق هذا النوع من التوازن في القوة حول حل الدولتين يجب أن يحدث قبل أن يكون الوقت متأخرا. أنا أعلم أن الأمر في غاية الصعوبة، ولكن لابد ألا نيأس أبدا. هذه لحظة يوجد بها فهم كبير للمشاعر، وأرغب قبل أن أنتهي أن أذكركم بما قالته ملكة جورجيا. كنت أستمع إليها، كانت تقول لا تيأسوا، يجب أن نستمر وندعم أن القانون هو الفرد ليس إمكانية، إن حقوق الإنسان ليست في حيز التفاوض، لأن دون مساءلة فإن الظلم سيصبح هو السائد والعدل السائم الدائم
هو حق لكل فرد، والأصوات المتشددة لا يجب أن يسمح لها بأن تسيطر على محادثتنا. أشكر السيد جوزيف بوريل وأعطي الكلمة للسيد فيليب لاذريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأونروا، فليتفضل. Mr. Chair, سيدي الرئيس، السكرتير العام لجامعة الدول العربية، السادة الحضور، الإحدى عشر شهر السابقين من الحرب الذين مثلوا معاناة كبيرة لغزة، 11 شهرا من الصدمات والنزوح المستمر للعائلات والانفصال أحباء العائلات عن باقي العائلة، بالإضافة إلى هذه المجاعة والانتشار الكبير للأمراض مثل شلل الأطفال. اليوم إن غزة هي مكان حيث تظهر هذه المعاناة الإنسانية، إنها غير صالحة للحياة الإنسانية، وهناك 2 مليون شخص لا زالوا عالقين هناك. التعداد السكاني كله الآن يسكن في حوالي 10% من هذه الأرض فقط. عدد هائل من الأشخاص يعيشون بلا صرف صحي بجانب الجرذان والعقارب والثعابين. كل شخص في غزة هو منهك مريض وليس لديه أي تواصل لأجل الخدمات الإنسانية. هذا غير إنساني تماما. حضرات الحضور، أنا أخشى أن هذا الظلام يستمر وربما سنعتاد هذه المعاناة للفلسطينيين، أننا بدأنا ندير ظهرنا. هذا الفقدان للعطف والشعور بهم، وإذا أصبح الأمر مرهقا أن نسمع حول غزة، كيف يمكننا أن نتحدث عن قيمنا بشأن طرقهم؟ هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الفلسطينيين في غزة، إن لديها تأثير علينا جميعا. الدول العربية كانوا من أوائل الذين قد تفهموا هذه الحقيقة وبدأوا في التنفيذ. واحدة من هذه النتائج كانت الدعم المالي والدبلوماسي لدى الأونروا، هذه الوكالة التي قد حصلت حوالي 200 مليار من الدول العربية كتمويل. هذا ساعد الأونروا على أن تعمل في هذه العمليات الإنسانية داخل قطاع غزة عن طريق توفير السلع والمساعدات الإنسانية، وأيضا توفير اللقاحات اللازمة لوقف انتشار مرض شلل الأطفال. وأيضا هذا التضامن لابد أن يستمر. أكثر من 600,000 شخص يعيشون من الأطفال يعيشون في الأنقاض بعيدا عن المدارس. لا يمكن أن نخسر جيلا بأكمله الذين قد شاهدوا هذه الأزمة وهذه الكراهية البالغة. العودة، إن التعليم هو أمر عاجل لابد أن يحدث ويحركنا جميعا. إن اللاجئين الفلسطينيين حول المنطقة يواجهون تحديات غير مسبوقة، وهذا أمر مستمر. السيدات والسادة، إن الوكالات كالأونروا إنها تتعرض لهجمات مستمرة في غزة. 240 من طواقم الأونروا قد قتلوا، أي أكثر من ثلثي من منشآتنا قد هجمت أو دمرت. هذا العنف المتزايد يؤثر على ويقلل من عمل الأونروا.
إنهم يحاولون إردعنا عن هذه العمل الذي نقوم به، وهذا أيضا قاموا تصنيفنا على أساس أننا مجموعة إرهابية. هذا أمر غير مسبوق وأمر مقلق أن أعضاء الأمم المتحدة يحاولون أن يقوموا بتصنيف مجموعة ووكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لديها التزام ناحية الجمعية العامة كمنظمة إرهابية. ولكن إنها ليس فقط الأونروا التي تتعرض للهجوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة وطواقمها يتعرضون إلى مشاكل أخرى لها علاقة بالتأشيرات. إن العمل ضد هذا المجتمع الإنساني، هذا يقومون بتجريد الفلسطينيين من هذه المساعدات التي تأتي من المنظمات، وأيضا يؤثر على الحلول السياسية. السادة الحضور، أود أن أختتم بطلب حر. أنا أعيد طلبي من الدول العربية لأجل التضامن مع الأونروا وأن يقوموا بتوفير التمويل اللازم والدعم السياسي لهم. إن هذا التضامن ينعكس في تصريح حول الالتزامات المشتركة للأونروا من قبل الكويت وسلوفينيا، والذي تم توقيعه من قبل 215 دولة من بينهم أعضاء الدول العربية. ثانيا، أطلب منكم أن تستكملوا في دعم الأونروا في سياق هذا التحول السياسي. إن وقف إطلاق النار في غزة هذا أمر ضروري، ولكن الوكالة لديها دور تقديم هذه المساعدة وهذا التحول السياسي الذي سوف يتبع. إن المزايا التي يجب أن تقدمها الوكالة هي التعليم والصحة في سياق من السلام. يمكن فقط أن توفر الأونروا هذه المنشآت الصحية للمدنيين من الفلسطينيين. إن أخيرا، إن محاولة إيقاف الأونروا لابد أن ترفض بأشد العبارات. أنا أرجوكم نحو هذا الدعم ولدعم هذه الوكالة والاستعادة سمعتها وثقتها والإنهاء عمليتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الجهود ليس فقط للاستجابة للاجئين الفلسطينيين، ولكن أيضا لنظام الأمم المتحدة والنظام العالمي واحتراما للحلول السياسية. اليوم إن الفلسطينيين يواجهون مستقبل غير مفهوم أكثر من ذي قبل. لا يمكن أن نتنحى جانبا، وإنما يجب أن نتضامن نحو حل دائم لحل هذه الأزمة. أشكر السيد فيليب لازاريني، وأعطي الكلمة للسيدة سيرغيدكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة كبير منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة، فلتتفضل. Mr. President, سيدي الرئيس، السكرتير العام، السيد أبو الغيط، السادة والحضور، اجتمعنا اليوم من قبل هذا الطلب من المتحدث السابق، حيث أن الشرق الأوسط يعاني من مأساة كبيرة يزال ينكشف هذا الأمر أمام أعيننا. في عام 2024، إن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قرر هذا مرارا وتكرارا. لا يمكن شيء أن يبرر هذه الهجمات من قبل حماس وغيرها من المجموعات المسلحة في 7 أكتوبر في قطاع غزة. الأمم المتحدة وكل العاملين الإنسانيين الآخرين، وإن مدنيين غزة يشهدون
ظروف غير إنسانية، فإنهم يتعرضون إلى هذا كل يوم بعد 11 شهرا من الحرب. هذا النزاع يوجد معاناة مأهولة وصدمات مستمرة يتأثر بها الكبير والصغير. لقد ذهبت إلى غزة عدة مرات، يمكنكم أن تفهموا مما قاله زميلي فيليب لازاريني، ولقد تقابلت هناك مع نساء وأطفال وسيدات، وإذا وحين أستمع إلى ذكرياتهم المؤلمة حول هذه الأيام والليالي التي قد عاشوها وحول المعاناة كبشر مثلنا، هذا أمر لا يحتمل. إن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاجون إلى نهاية إلى هذه الحرب، وهم محبطون للغاية، وأنا أكرر أنهم غير راضين تماما عن عدم احترام هذا القدر البسيط من الكرامة الإنسانية. لقد ذهبت إلى غزة في حوالي 40 عاما من حياتي، يمكنني أن أخبركم أن لا شيء يمكن أن يفسر أو يعادل ما يمكن أن تعيشه حين تشاهد هذا الغياب للأمل للوصول إلى اليوم التالي. كما قال زميلي فليب، إن الأطفال الذين لابد أن يتعلموا في مدرسة الأونروا وغيرها من المنشآت يعيشون الآن في الأنقاض، ينتظرون المياه المجمعة وعائلاتهم الذين هم موجودين في الملاجئ. إن عدد الأطفال في غزة الذين يعيشون ولا يستطيعون الوصول إلى عائلاتهم، يوجد عدد كبير من العائلات حيث لا يوجد بها أحد حي، فإن هؤلاء الأطفال يجب أن يعيشون ويواجهون هذه الأمور وحدهم. نحن نحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح للمحتجزين، وأيضا أن يكون هناك استمرار لتوصيل المساعدات بمدى واسع وفقا لقرارات مجلس الأمن قرار 27/36، وأيضا فيما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لابد أن يحترم، وإن حماية المدنيين لا زالت هي الأولوية القصوى. وكما سمعتم منذ قليل إلى زميلي فيليب، كما قيل أكثر من مرة، إن الأونروا لابد أن يسمح لها أن تقوم بالوصول إلى وتوصيل هذه المساعدات كل يوم وفي أي يوم. وبينما نحن نتحدث حول عمليات لقاحات شلل الأطفال، فإن منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف والإضافة أيضا إلى الشركاء المحليين يقومون بعمل أكثر حملة معقدة لنشر هذه اللقاحات، إنها تنفيذها صعب للغاية، وهذا يظهر مرة أخرى أهمية دور الأونروا وأهمية دور الرادة السياسية التي جعلت هذا ممكنا. ولكن أيضا لم يكن لهذا شلل الأطفال أن يحدث في غزة في عام 2024. إذا عدنا شهرا إلى 11 شهرا إلى الوراء، كانت غزة قد قطع عنها كل الإمدادات. وفي هذا السياق، فإن القرارات التي قد ذكرتها مسبقا، إن قرار مجلس الأمن 27/28 الذي قد وفق عليها العام الماضي لتأمين هذه الإمدادات، ولأجل أن يكون هناك تدفق لهذه المساعدة الإنسانية إلى غزة من قبل مصر والأردن ومن قبل أيضا إسرائيل. وأود أن أتحدث حول هذا الدور الداعم لجمهورية مصر العربية وأيضا لجمهورية المملكة الأردن لهذا الدور الكبير الذي قد فعلوه. ولكن هذا النظام لتحقيق هذه الأهداف لا يجب أن يكون بديلا عن إرادة سياسية، ولا يمكن أن يكون بديلا حول احترام القانون الدولي الإنساني. هذا النظام لا يمكن أن يعيد لهؤلاء الناس حيواتهم التي خسروها. وفي نهاية المطاف،
إن القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني لا يجب أن يكون مقصورا على عدد الشحنات. إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث فارقا هو أمرا ملموسا يؤثر على حياة المدينة في غزة. إذا الواقع في غزة كما ذكر كثيرا، وأنا أعلم أنكم على درية بهذا الأمر، ولكن إن البيئة الصعبة في غزة وهذا النزوح المستمر والأوامر المستمرة للإخلاءات، وإن عدم احترام القانون كنتيجة لكل هذا يعني أن لا يوجد مكان أمن في غزة، ونحن نطالب وكان هذا هو الوضع بالنسبة للمجتمع الإنساني. وكما تعلمون فإن الوزير في مصر يعلم أن الأمم المتحدة قد قامت بالعديد من المقترحات للأطراف لأجل إعادة فتح معبر رفح كما تحدث زميلي بوريل، فإن تسهيل هذه العمليات من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتزامن مع السلطة الفلسطينية أيضا. بالرغم من هذه الاتفاقات فإن هذه الحوادث تستمر في الحدوث. إن زيادة هذا المدى وهذا المساعدات التي تدخل إلى غزة يجب أن تنظر أيضا إلى المدى الصحي والانهيار الصحي الذي قد حدث. يجب أن نعيد بناء النظام التعليمي، وأيضا فيما يخص الصرف الصحي يجب أن نستعيد كل هذه الأمور متعلقة بالحالية اليومية. الأمر أكثر من مجرد الحصول على بعض الدقيق، يجب أن نقوم بمساعدة أكثر من هؤلاء المصابين. أعلم أن العديد منكم قد استضافت العديد من أولئك النازحين، ولكن نحتاج أيضا كما أشار زميلي بوريل إلى الدعم الأوروبي. أسد الحضور، إن المدنيين في غزة في فلسطين يرغبون في وقف هذه الحرب، إن عائلات المحتجزين يرغبون في استعادة أحبائهم، وإن وقف إطلاق النار في غزة لا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن. وحتى في غياب هذا الأمر لا بد أن يحظر فلسطين في الفرصة للحلم بمستقبل أفضل. إن السياسة والوضع على الأرض ربما يعرقل هذه المبادئ لأجل وقف هذا الأمر. لا يجب أن يتم انتظار بدء هذه الإصلاحات. لابد أن تستعيد السلطة الفلسطينية مسؤوليتها في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. إن السلطة الفلسطينية لابد أن يكون لديها الخطط الأساسية والرؤية لأجل تلبية هذه الأطماح الفلسطينية مع غيرها من الممثلين، وإن انخراطي مع قادة الفلسطينيين بشكل مستمر. إن لقد تفهموا أيضا هذه الأولوية حول التعليم ودور القانون والنظام الصحي وأهمية خلق اقتصاد داخلي داخل غزة. هذا أمر ممكن ولا بد أن يكون أولوية. وأيضا النشاط التجاري يجب أن ينمو. لا يجب أننا في هذا الوقت وفي هذا الوقت أن نطلب من الشعب في غزة ألا يعيشوا في هذه الظروف، حيث الظروف الأدمية. إذا سمح لهم بالوصول إلى هذه الموارد سوف يحققون نتائج رائعة. وأيضا بما يخص التمويل فإن مهمتي قامت بالنظر في العديد من الدراسات، ولكن نهاية كما قيل إن غزة لا يجب أن تنسى. منذ اليوم الأول في مراحل وقف إطلاق النار لا يجب أن نتوقف. إن غزة تحتاج إلى إصلاحات والتزام مشترك، ليس سياسيا فقط ولكن أيضا ماليا، ولابد أن يتم إحداث هذا التقدم، ولن يحدث بلا دعم سياسي ودون دولة فلسطينية مستقلة تعيش أمنا إلى أمن بجانب إسرائيل بحدود مؤمنة. لابد أن يتم معالجة هذه الأمور. لدي أربع اقتراحات أو توصيات لكم. أولا وهو تكرار لما قاله زملائي، هو العمل لهذه الضغوط الدبلوماسية. دعوا هذا الأمر نصب أعينكم.
كما حدث يحدث في الضفة الغربية، إن المرحلة الأولى هي المرحلة الأولى. قوموا بالضغط لأجل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتنفيذ هذه الواجبات، ولا يجب أن يكون الأمر مقتصراً على الشاحنات. وأيضاً لمنظمات المجتمع الدولية الإنسانية في فلسطين، إنهم هم خط النجاة لعديد من الفلسطينيين على مدار عقود. وأيضاً لابد أن يكون هناك دعم للسلطة الفلسطينية، إن خطواتكم وأصواتكم ضرورية. ويجب أن أقول أننا لن نعيد إحياء هؤلاء الضحايا، ولكن يمكننا أن نخلق حياة كريمة وأمل، وأن تكون هناك حلول سياسية تعبر عن إرادة سياسية. أشكر السيد سريد كاغ، واسمحوا لي قبل أن أنهي أعمال الجلسة أن أتشرف بأن أوجه الدعوة إلى أصحاب السمو المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وأصحاب السعادة الضيوف لحضور مأدبة الغداء التي تلي هذه الجلسة مباشرة، وذلك في القاعة الأندلسية. شكرا لكم، وأعلن هنا عن اختتام الجلسة الافتتاحية على أن نستأنف أعمال هذه الدورة بعد الغداء مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن تابعنا هذا الجزء من أعمال هذه الجلسة في جامعة الدول العربية، ونواصل ربما طرح هذا الملف وما يحدث الآن في قطاع غزة اتصالا بهذه الجلسة التي ناقشت الأوضاع الإنسانية في القطاع. أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بأن إيقاف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقافلة أممية في طريقها لتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة هو أحدث الانتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة رغم الإبلاغ والتنسيق المسبق. وأوضحت أونروا أن جيش الاحتلال أوقف القافلة الأممية المتجهة لشمالي غزة لتنفيذ حملة التلقيح تحت تهديد السلاح وباحتجاز موظفيها، في حين تسببت جرافاته بأضرار لمركباتها. الشبهات هي ما يحكم قرارات جيش الاحتلال، وليس مهما لديه ما يترتب عليها من تجويع أو قتل ما دامت الضحايا فلسطينيين. وبدعوى وجود مشتبه بهم داخلها، أوقف الجيش الإسرائيلي قافلة تابعة للأمم المتحدة شمال مدينة غزة. ولتبرير هذا الإيقاف قال إن معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من الفلسطينيين مشتبه بهم داخل القافلة، لافتا إلى أن تلك القافلة لم تكن تحمل تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال، وأنها قافلة تبادل لأفراد من الأمم المتحدة. رواية الاحتلال خالفتها تصريحات للصحة الفلسطينية أوضحت فيها أن القافلة كانت محملة بأدوية ووقود موجهة لأغراض حملة التطعيم في شمال غزة، الأمر الذي يعوق تنفيذ الحملة. من جانبها أعلنت أونروا أن جيش الاحتلال اعترض القافلة تحت تهديد السلاح رغم التنسيق المسبق، مؤكدة أن الحادث يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين في قطاع غزة. مأساة ومهزلة حقيقية يمارسها الاحتلال سعياً لإحكام الحصار على قطاع يشهد أسوأ أعمال القتل والدمار في التاريخ الحديث. مستوى من المعاناة غير مسبوق في قطاع غزة لم ينج منه بشر أو حجر أو حتى منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تحظى بحماية دولية وأن تكون محل احترام جميع الدول. إلا أن إسرائيل لا تعبأ بكل هذه الأمور، فهي ترى نفسها فوق القانون وفوق الأمم المتحدة، أما الفلسطينيون فلا بواكي لهم. فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدمار والموت في قطاع غزة هو أسوأ ما شاهده طيلة ولايته بمنصبه الحالي منذ عام 2017،
مشددا على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري في غزة. وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار محتمل بين الأطراف في غزة، لافتا إلى أن قبول إسرائيل بهذا العرض هو احتمال ضعيف. وأكد في الوقت ذاته أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وأنه لا بديل آخر. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة العام في قطاع غزة يمثل أولوية، وطالب تورك دول العالم بالتحرك لمواجهة التجاهل الصارخ من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال لثلاث مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا و100 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41,020 شهيدا و 94,925 مصابة منذ 7 من أكتوبر، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهد 40 فلسطينيا على الأقل وأصيب نحو 60 آخرين في مجزرة إسرائيلية بحق النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن المجزرة أسفرت كذلك عن فقدان عشرات الفلسطينيين. وفي المقابل زعم جيش الاحتلال أن الغارة الجوية على خان يونس استهدفت مركزا لقيادة حركة حماس. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجزرة المواصي والتي ارتكبها جيش الاحتلال في خان يونس تعد انعكاسا للفشل الدولي في وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. وأضافت أن استمرار ذلك الفشل يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر، مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين الفلسطينيين وخلق بيئة مناسبة لإنجاز صفقة التبادل. وعلى الرغم مما أسمته إسرائيل بالمناطق الإنسانية، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ المجازر الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين في تلك المناطق. وكان أحدث تلك الجرائم استهداف تجمع لخيام النازحين يتكون من أكثر من 20 خيمة مأهولة بالنازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة. بعد أن جابوا قطاع غزة جنوبا وغربا وشمالا بحثا عن الأمان ولم يجدوه،
حمل النازحون الفلسطينيون ما بقي من أمتعتهم وبقايا طعامهم وتوجهوا وسط القصف إلى ما يسمى بالمناطق الإنسانية. مذبحة تلو أخرى ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي صنفها أنها مناطق آمنة كما ادعى، والتي كان آخرها استهداف تجمع لخيام النازحين يتكون من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالنازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 فلسطينيين. الدفاع المدني الفلسطيني وصف مجزرة المواصي بأنها واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إن هناك عائلات بأكملها اختفت في المجزرة بين الرمال بعد أن خلف القصف حفراً بعمق 9 أمتار وأحدث دماراً هائلاً. عملية الإنقاذ والبحث ما زالت مستمرة. مجازر دموية متعاقبة في مناطق تسمى بالآمنة في غزة نسفت ادعاءات الاحتلال كافة بشأن المناطق الإنسانية التي حاول خداع العالم بها لتجميل صورته في سبيل غض الطرف عن الجرائم والمجازر الإسرائيلية ضد فلسطيني القطاع الذين يتعرضون لعملية إذلال ممنهجة غير مسبوقة في منطقة ليس بها أدنى مقومات الحياة أو البنى التحتية القادرة على استيعابهم. نفت حركة حماس وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية في خان يونس أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية، وأوضحت حماس أن الاحتلال ارتكب أبشع المجازر ضد خيام النازحين في مواصي خان يونس ضمن حرب إبادة وحشية، وأشارت إلى أنه ربما في هذه الأوقات والمجزرة الأخيرة تؤكد مضي حكومة نتنياهو في العدوان على القطاع غير مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني. وطلبت حماس المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته في وقف المحرقة المستمرة في قطاع غزة منذ 11 شهرا، كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاكمة مجرمي الحرب. الآن معنا من القدس المحتلة نهرو جمهور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد نهرو أهلا بك، هل من رسائل سياسية تريد إسرائيل إرسالها عبر تكرار ارتكاب المجازر بهذه الوتيرة؟ نعم إسرائيل، أولا مساء الخير لك ولكافة السادة المشاهدين والمتابعين. من الواضح أن إسرائيل الآن تتجه نحو معادلة جديدة أساسها محاولات تفريغ مناطق معينة كاملة بشكل كامل من قطاع غزة استجابة لمخطط الجنرالات في الاحتياط والذين وضعوا هذا المخطط في 4 من الشهر الجاري، والقاضي بتكثيف المجازر وإعطاء مهلات معينة للمواطنين في غزة من أجل الخروج، وإلا كل من لن يخرج إلى مناطق أخرى سيتم استهدافه وقتله. هذه خطة أعلن عنها، وسموتريتش وزير المالية الإسرائيلي كان قد تحدث فيها ونتنياهو صمت عنها، بمعنى أن هناك إجماع صهيوني على تنفيذ هذا المخطط. الآن حرب إبادة، ونتنياهو يتمنى فعلا أن يكون هناك إعلان وتحميل مسؤولية لحركة حماس بفشل المفاوضات والصفقة حتى يستكمل مثل هذه الجرائم، والذرائع دائما موجودة. لكن تحميل حماس المسؤولية سيد نهرو، ربما إسرائيل ليست في حاجة للذهاب لهذا المنحى لأن الولايات المتحدة توفر عليها الطريق بشكل أو بآخر، اتهمت بالفعل حماس بالأمس بأنها هي من تعيق الوصول لصفقة. كنت سأقول ذلك بتصريح كيربي بالأمس، يعني إذا ما تابعنا وكأنها تبادل أدوار، كيربي يخرج ويحمل حماس المسؤولية ومن ثم نتنياهو يقود مجزرة للضغط على حماس أكثر ولنزع موضوع الحاضنة الشعبية التي تلتف نوعا ما، يعني نكون واقعيين، تلتف حول المقاومة وهي في النهاية حاضنة اختبرت دائما مثل هذه الجرائم
وهذا جزء من الذهنية الفلسطينية منذ عام 48. هذه الجرائم باتت يعني ملازمة للذاكرة الفلسطينية. إسرائيل تريد هذا الضغط العسكري من أجل أن تضغط أكثر في ظل أن هناك حديث وتحميل عن حماس وتحميل حماس المسؤولية حديث أمريكي. هذا بالضبط ما يجري. هذه الجرائم اليومية تريد إسرائيل منها زيادة الضغط، تريد منها زيادة الضغط على الحاضنة الشعبية بالأساس، ومن ثم زيادة الضغط على حركات المقاومة في غزة. طيب بناء يعني على هذه المعطيات، كيف نفهم مصير أي صفقة يمكن أن تبرم؟ لأنه ربما المعطيات فيها تناقض بعض الشيء. سيد نهرو، الولايات المتحدة لا تريد ممارسة أي ضغط على إسرائيل، وفي نفس الوقت يقال أنه تريد هذه الإدارة تحديدا إبرام صفقة في ظل تواجدها في سدة الحكم في هذه الأثناء قبل الانتخابات. نعم، هذا يعني المسار التفاوضي يخدم إدارة بايدن والحزب الديمقراطي في أجواء الانتخابات التي نحن على بعد تقريبا يعني 55 يوم أو 56 يوم من إجرائها. مثل هذه المسارات هي تخدم الإدارة الأمريكية الحالية كأوراق من أجل أن تقدمها للناخب الأمريكي، خاصة وأن المزاج في أمريكا المزاج العام والشعبي كان ضد هذه الممارسات وضد هذه الجرائم، لكن هم غير جديين وغير معنيين في أن تستمر هذه أن تكون حقيقة تؤدي إلى مسار تفاوضي حقيقي. ويعني يكفي أن نشير أن الثلاث قنابل التي ألقيت اليوم على الخيم للنازحين والذين جزء منهم تبخر غير موجود، جثث غير موجودة، يعني تخيلي حجم قوة التفجيرات، هي بقنابل أمريكية زودت فيها أمريكا مؤخرا المخازن الإسرائيلية. بمعنى أن الإدارة الأمريكية لو كانت جادة لديها أوراق كثيرة لتمارسها، وبإمكانها فعلا لجم نتنياهو ولجم كل هذه الإدارة المجنونة، لكن عمليا البعض يقول أن الإدارة الأمريكية أيضا لا تريد أن تغامر بهذا الضغط عن نتنياهو، لأن ترامب يتربص بمثل هذه المواقف ويصطادها ويوظفها في دعايته الانتخابية الداخلية. ويقال أيضا بأن نتنياهو قد أبرم صفقة مع ترامب في الزيارة الأخيرة، ونتنياهو يحاول أن يذهب بعيدا في هذه المعركة، يستغل الوقت، يقتل الوقت ربما حتى يأتي ترامب لسدة الحكم. نعم. طيب نعم. سيد نهرو، هنا حضرتك نقطة مهمة يعني، طب سريعا من فضلك. نقطة مهمة يعني أن نشير إلى تصريح ترامب السابق قبل أسبوع تقريبا عندما قال: أراقب خريطة إسرائيل دائما وأرى أنها صغيرة وأفكر كيف من ممكن أن نوسع حدودها. طيب نقطة أيضا لافتة في الإعلام الإسرائيلي، سيد نهرو وحضرتك خبير في الشؤون الإسرائيلية، هل من المعتاد داخل إسرائيل أن يتناول الإعلام الإسرائيلي هذا التداخل لعائلة نتنياهو بهذا الشكل في ربما إدارة الحياة السياسية في إسرائيل، لحد ربما تلميح القناة 12 تحديدا في إسرائيل بأن زوجة نتنياهو وابنه يلمحون لخيانة من قبل القيادات العسكرية في إسرائيل لنتنياهو فيما حدث في 7 أكتوبر، هل هذا أمر معتاد في إسرائيل؟ يعني هذا ليس بجديد بالمناسبة، منذ 7 أكتوبر والكل يتحدث ويشتكي من تدخلات عائلة نتنياهو لسارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، تدخل كبير في الحكومة الإسرائيلية وفي مجريات السياسة لدرجة أنها توصف أنها شريكة في الحكومة وليست زوجة رئيس وزراء. هي تسببت في إقالة مجموعة كبيرة من السياسيين، منهم إيلت شكيد التي كانت موجودة مع نفتالي بينيت وهي كانت تخدم في مكتب نتنياهو، ونفتالي بينيت بنفسه خدمت مكتب نتنياهو، ليبرمان كان في مكتب نتنياهو، كلهم تصادموا بالأساس ليس مع نتنياهو بقدر ما تصادموا مع سارة نتنياهو. لكن في ظل أجواء الحرب وما بعد 7 أكتوبر والفشل الكبير بدأت مثل هذه النظريات، وهنا أريد أن أعيدك إلى بيان نشره نتنياهو في ليلة من الليالي على تويتر، حمل فيه المستوى الأمني الإسرائيلي والعسكري المسؤولية عن الأحداث في بداية الحرب. نعم. ووقتها ضجت الدنيا وتبين أن من نصح نتنياهو بكتابة هذا البيان كانت سارة نتنياهو ويائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة الإسرائيلي موجود في ميامي. بمعنى أن تدخلات هذه الشخصية هي سارة نتنياهو كبيرة جدا في المشهد. نعم السياسي سيدي. ولها بصمات كبيرة. وقبل أن أختم فقط أريد أن أقول أن الملفات كثيرة، وسارة كانت إحدى المشتبهات في ملف فساد لأنها شربت كحول بكمية 450,000 شيكل، يعني بعرفش بالدولار أكثر من 150,000 دولار على حساب الدولة، بمعنى أنها شريكة حتى ليس فقط في الحكومة لكن أيضا شريكة ملفات الفساد، وكان هناك مساءلة لسلوكها في كثير من الأمور.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ضيفنا من القدس المحتلة نهر وجمهور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. انطلقت اليوم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بالعاصمة السعودية الرياض برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثا دوليا وبحضور عدد من الشخصيات والمختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 12 من سبتمبر الحالي. وستسهم القمة من خلال حواراتها البناءة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى منه للمجتمعات البشرية. كذلك ستشهد القمة إطلاق أكثر من 25 مبادرة محلية وعالمية وتوقيع أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية وعالمية. أكد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي أحمد الطهري أن أهمية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تكمن في تركيزها على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن الشركة المتحدة تهتم بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فيما يخص تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف في لقائه مع القاهرة الإخبارية خلال مشاركته بفعاليات القمة أن الحقل الإعلامي هو أول متأثر بأي تطور تكنولوجي. مبدئيا طبعا حدث مهم جدا، لان الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا تتسم بخصوصيه شديده للغايه، هي مش علم يدرس بقدر ما هي تكنولوجيا يجب ان يتم مواكبتها باستمرار وعلى مدار الساعه، وبالتالي ده أمر بالنسبة لنا مهم للغاية. استخدامات الذكاء الاصطناعي حاضرة معنا في التوظيف الإخباري في برمجيات عديدة جدا، ده غير اهتمام الشركة المتحدة نفسها بالتطور التكنولوجيا، وبالتالي تمثيلنا النهاردة في القمة العالمية. طبعا بنشكر المملكة العربية السعودية على الدعوة الكريمة ونهنيهم على حدث عالمي بهذا الشكل. مشاركتنا أمر طبيعي للغاية من ناحية الموضوع ومن ناحية القمة أيضا في المملكة العربية السعودية وبرعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، وبالتالي كان هناك ترحيب بالغ من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمشاركة. زي ما حضرتك شفت يمكن من بداية اليوم الأجنحة المختلفة لمختلف الشركات العالمية، تبادل الخبرات، تبادل حتى عرض بعض الأمور التي تتعلق بالمحتوى والإبهار البصري وما إلى ذلك، وبالتالي مشاركة نتمنى أن احنا نستفيد منها ودايماً نواكب كل تطور. يعني أكثر من 425 متحدث مشاركين في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بيبحثوا البنية التحتية، تفاعل مع الإنسان، استخدامها في الصناعات وأيضا كصناعة الإعلام، التطور في المجال ده في مجال الإعلام، مجال الذكاء الاصطناعي إلى أي مدى وصل؟ إحنا في عصر إنساني بالفعل جديد، هو مش في المجال الإعلامي بس، أنت بتتكلم على عصر إنساني جديد. أدوات الذكاء الاصطناعي النهاردة أصبحت تطور نفسها بنفسها، أدوات الذكاء الاصطناعي النهاردة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي النهاردة أصبحت تخاطب نفسها، هي الأداة نفسها. تطور تكنولوجي رهيب، التطور التكنولوجي ده في محاولات لكبح جماحه في السنتين اللي فاتوا للسيطرة على هذه التكنولوجيا وتوظيفها فيما يفيد. جرت العادة إن الحقل الإعلامي بيبقى دائما أول ما يتأثر بأي تطور تكنولوجي، وبيبقى من الذكاء الإعلامي ان انت تستوعب هذه التكنولوجيا وتوظفها في الرسالة الإعلامية. من المملكة العربية السعودية تحب تقول ايه للمملكة وتنظيم القمة ولمصر؟ في شراكة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في عدد كبير من الفعاليات وعدد كبير من المجالات، تحب تقول ايه؟ كل التوفيق طبعا وكل الأمنيات ب مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.
ولمزيد من التفاصيل حول هذه القمة ينضم إلينا من الرياض جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية. أتنا ما لديك جمال حول هذه القمة الهامة بهذا العدد الضخم من المتحدثين. نعم بالفعل، يعني اليوم انطلقت الفعاليات لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية الرياض. هذه القمة التي تشهد أكثر من 450 متحدث عالمي من 100 دولة يشاركون في جلسات حوارية ونقاشية على هامش أعمال هذه القمة، إضافة أيضا إلى عدد من المبادرات وعدد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها الآن وسيتم أيضا على مدار 3 أيام على أعمال هذه القمة. عدد من هذه الاتفاقيات التي تساهم بشكل كبير في مجال. نعم جمال، يبدو أن هناك مشكلة تقنية، ربما نعاود الاتصال بك في وقت لاحق، لكن الآن نذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي. وعلى أي حال شكرا لك جمال الوصيف. نتحول إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي بين أنتوني بلينكين ونظيره البريطاني ديفيد لامي. العديد من الأشخاص داخل أمريكا منذ أسابيع رأينا هذا الفريق، إنك لقد كانوا يتابعون هذه المباريات لفريق السيدات. نرحب بكم اليوم ديفيد، شكرا لك ليس فقط على هذه الاستضافة السخية ولكن على هذه العلاقة الوطيدة بيننا منذ أن أصبحت في هذا المنصب. هذه ليست مبالغة، أعتقد أن هذا يظهر مدى الفرص بيننا وأننا ممتنون للغاية أن يكون لدينا مثل هذه الشركة القوية ولدينا ديفيد ورئيس الوزراء واليوم. وبينما نحن نستمر في تعبيق وتوديد هذه العلاقات تحدثنا عن هذه العلاقات الخاصة، أود أن أقول أنها علاقات ضرورية لأجل أمتنا وشعبنا ولأجل أيضا الشعوب في أماكن أخرى، ولهذا هذا أمر مهم للولايات المتحدة أننا قمنا ببدء هذا الحوار الاستراتيجي لأن يكون هناك تقدم ولمشاركة الاهتمامات والأولويات، أولويات التي تكون في قلب مناقشتنا التي يحظى بها فرقنا الآن، وأيضا سيكون الرئيس بايدن يشارك فيها في وقت في آخر هذا الأسبوع في واشنطن. هذا أيضا يشمل دعم أوكرانيا. إن الولايات المتحدة وبريطانيا قادة في دعم المساعدات العسكرية الأوكرانية، وسويا منذ اليوم الأول دعمنا هذا السياق وتضامننا بشكل قوي مع أوكرانيا. وأيضا سنسافر هذا الأسبوع إلى كييف، وأعتقد أنه أمر ضروري لأوكرانيا في هذا الشهر التي يتعمق فيه القتال وهذه الهجمات ضد البنية التحتية وضد الشعب الأوكراني. إننا نرى هذه الهجمات على المدن الأوكرانية وعلى المواطنين الأوكران والتي تستهدف محطات الطاقة. كل فعاليات هذا الشهر وما حدث من أحداث حيث يستهدف بوتين هذه المنشآت، هذا يؤكد على هذا الدعم لكل الحلفاء ومع شركائنا أيضا في المحيط الهادي مع أكثر من 15 دولة الذين يستمرون في دعم أوكرانيا. نود أن نتأكد أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه لدعم للدفاع عن نفسها وأن تكون قادرة على الصمود قويا وأن تقوم بأي تقدم على المدى الديمقراطي والسياسي والاقتصادي. وأيضا في هذا المسار يجب أن يكون هناك تفاعل كامل مع أوروبا ومع باقي الدول وأن تكون أوكرانيا على المسار، وسويا سوف نعمل على تقدمها في هذا المسار. الآن أحد الأسباب التي جعلت بوتين يستطيع الاستمرار في هذا العدوان هو بسبب هذه الإمدادات العسكرية من قبل الصين، الداعم الأكبر له من ناحية الإلكترونية. إنه هذا ما يساعد روسيا على استمرار في هذا
التقدم في أوكرانيا، إننا ندين بهذا الدعم الصيني لروسيا، وأيضا ناقشنا الجهود المشتركة لأجل الاستقرار والسلام، وأيضا ما يحدث بخصوص عملية الإبحار وأهمية وجود هذا الاستقرار. هذا أمر ضروري لكل الدول حول العالم، وأيضا نتفق حول أهمية هذا التعاون وأهمية أن نتحدى أي تهديد من الصين، وأن يكون هناك تعاون مشترك فيما يخص مشاكل المناخ. الآن بخصوص أوكرانيا، إننا نحاول أن نتصدى لهذه المساعدات من قبل إيران والصين في دعمهم لبوتين، الذين يقومون بهذا النهج بمعارضة العديد من قرارات الأمم المتحدة. فلقد قامت إيران ببناء مصنع المسيرات في روسيا، ويقومون بإرسال هذه المساعدات في نفس الوقت. إن الولايات المتحدة تعرض هذه الأخرات من قبل إرسال هذه المسيرات الإيرانية إلى روسيا. تحدثنا مع إيران وأخبرناهم أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى عواقب وخيمة. عشرات من الأفراد العسكريين الروس قد تدربوا في إيران على كيفية استخدام هذه المسيرات والصواريخ. إن روسيا الآن قد استقبلت هذه الشحنة من الصواريخ البالستية وتستخدمهم في غصون أسابيع ضد الشعب الأوكراني. إن روسيا وهذه الصواريخ وبدعمها منها بهذه الصواريخ البالستية التي سوف تتقدم إلى الخطوط الأمامية. هذه التطورات وهذا التعاون المتزايد بين روسيا وإيران يهدد من الأمن الأوروبي، ويظهر كيف تحاول إيران زيادة هيمنتها نحو الشرق. الأمر الأول، إن روسيا تقوم بهذه المساعي لحصول على بعض المعلومات، بينما تستمر في نشر هذه الجهود وحول العالم. في الأيام الأخيرة كنا نتشارك المعلومات الخبرتية مع الشركاء والحلفاء، ونعمل سويا للتأكد من أنه سيكون هناك تبعات اقتصادية واضحة لهذه الأفعال من قبل إيران، من بينها إجراءات أخرى بشأن إيران. نتوقع من حلفائنا أيضا يقوموا بالإعلان عن هذه الأمور بخصوص إيران، وأيضا كما قال الوزير الرئيس عدة مرات أنه يرغب في العمل على توطيد العلاقات مع أوروبا، وأنه يرغب في رفع هذه العقوبات، فإن مثل هذه الأفعال سوف تؤدي إلى العكس. أيضا تناقشنا حول هذه السبل من قبل روسيا للتدخل في مسار ديمقراطيتنا. إن هذا التعاون لكبح جناح هذه الأكاذيب الروسية ولمحاولة التشويش على الآراء والأفكار. وأيضا بخصوص إسرائيل وغزة، تحدثنا اليوم حول الجهود الحالية الرامية إلى محاولة وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وأيضا لمحاولة دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية كما حدث منذ الشهر، وأيضا حول مستقبل إسرائيل. وأيضا تحدثنا حول أهمية وقف هذا النزاع في غزة في أقرب وقت، وأهمية إسراع هذا الأمر. لابد أن يحدث هذا الوقف في إطلاق النار. هذا هو سبيل الأفضل لإطلاق سراح المحتجزين، وسبيل الأفضل لأجل زيادة المساعدة الإنسانية لمن هم في حاجة مس إليها في قطاع غزة. وأيضا اتفقنا أن لا يجب أن ننتظر ليحدث وقف إطلاق النار لكي نستمر في فعل كل ما هو ممكن لإيصال هذه المساعدة الإنسانية. ولقد رأيتم ما نفعله الآن بالشأن عمليات تلقيح ضد شلل الأطفال. دعني أيضا أنوه عن هذا، لقد تحدثنا أيضا وستتحدث فرقنا وتواقمنا أكثر
حول حلف شمال التصي وكيف يمكن أن نعمل على اتساعه وزيادة هذه الدفعات العسكرية إلى ما يزيد عن 2.3%. وأيضا الجميع يرغب فعل هذا خاصة في هذه التهديدات الواضحة التي نشهدها جميعا. سنقوم بالعمل على زيادة هذه التحالفات العسكرية مع أستراليا أيضا في أغسطس. هذا يعكس الجهود المستمرة للعمل مع الحلفاء في أوروبا وأيضا في المحيط الهادي لما أنهم ما سيحدث بعد عام سوف يؤثر علينا جميعا. وكلما أصبحنا أكثر وأوثق في علاقتنا في أوروبا فإن هذا سيؤثر علينا جميعا. أخيرا إن رئيس الوزراء قد تحدث عن أهمية وأولوية العلاقات مع أوروبا بمدى واسع. نحن ندعم هذه الجهود داخل بريطانيا، وهذا جيد لبريطانيا والولايات المتحدة والأوروبا جميعا لدعم كل الحلفاء ليكونوا أكثر قربا مع بعضهم البعض. وأنا أعلم أننا حين يقابل رئيس الوزراء الرئيس يوم الجمعة سيتحدثون أكثر، ونحن سعداء للغاية بهذا الالتزام الذي يظهره رئيس الوزراء للوصول إلى اتفاقات لدعم هذا الازدهار. ونحث كل الأطراف على فعل ودعم هذه الاتفاقيات. وكما قال دافيد إن بريطانيا ستكون أكثر قوة حين تعمل مع الآخرين، وكذلك الولايات المتحدة خاصة حين نعمل مع حلفائنا الأقرب بريطانيا. أنا أأمل إلى توطيد هذه العلاقات وأيضا للمضي قدما في دعم أوكرانيا. شكرا لكم. أنا من سكاي نيوز. شكرا وزير الخارجية بحديثي عن العقوبات وعن بشأن المحاصيل، ونحن سنبدأ في الشتاء. بخصوص ما قاله الحلفاء في بريطانيا حول حرية استخدام هذه الصواريخ البالستية لتقوم باستهداف أماكن محددة داخل روسيا، أنتم تقولون أن هذه الأراضي هذه الصواريخ يجب أن تستخدم في هذا السياق. أسألك لماذا لا؟ أعتقد أنه من اليوم الأول في دعمنا لأوكرانيا ضد هذا العدوان هو أننا كنا نتأكد من أنهم لديهم ما يحتاجوه ليكونوا أكثر فاعلية في التعامل مع العدوان الروسي. وأعتقد أنكم قد رأيتم أنه منذ اليوم الأول وأننا تم تبني هذه المقترحات وبالنظر إلى الظروف الحالية وأن ما تفعله روسيا فإن فعلنا كل هذه الخطوات. وقلت هذا عدة مرات مسبقا، ربما تسأمون من تكرار هذا الأمر، بينما نتخذ هذه القرارات إننا ننظر إلى عدة عناصر ليس فقط في النظام نفسه. يجب أن تتساءل كيف يمكن أن يستخدمه الأوكرانيين بفعالية، وهذا الأمر أحيانا يحتاج إلى بعض التدريب وقد فعلنا هذا. وهل هذا يعد جزءا من استراتيجية هادفة؟ كل هذه الجهود والأسئلة تطرح مرة أخرى وأيضا يتم نقاشها مع الوزير أوستن. ومن الناحية الدفاعية نحن نعمل على معالجة كل هذه القضايا والمشاكل، ومن الأهم أن تسمع مباشرة من القيادة الأوكرانية ومن رئيس زيلنسكي حول ما يحتاجه الأوكرانيين في الوقت الحالي وما هي أهدافهم وما يمكن أن نفعله نحن لتلبية هذه الاحتياجات. لذلك كل ما يمكن قوله لك أننا نستمع مليا إلى شركائنا في أوكرانيا وأيضا نتحدث مع الرئيس بايدن، وأعتقد أن هذا ربما أمر سيناقش أكثر في يوم الجمعة. أنا من رويترز.
شكرا. قامت الولايات المتحدة بالعديد من المساعدات إلى أوكرانيا منذ 2022، وأيضا فيما يتعلق بعمليات الأوكرانية فإن الرئيس زيلينسكي قد قام بهذه الخطوات بالحديث وتصريحات بأن أوكرانيا لا تستطيع استخدام هذه الصواريخ داخل روسيا. ما الذي يمكنك أن تقوله في هذا السياق؟ وأيضا ما أثر دعم روسيا بهذه الصواريخ البالستية من قبل إيران؟ أيضا لقد أعطيتم، هل ستعطون أوكرانيا التصريح بأن تستخدم هذه الصواريخ، صواريخ الظل داخل روسيا؟ مرة أخرى أود أن أؤكد على هذا الأمر كما فعلت مسبقا وكما فعلنا جميعا. سوف ننظر ونستمع ونتأكد من أن لدينا أفضل تقييم حول ما يحتاجه، ما هي الأهداف لدى شركائنا في أوكرانيا، وكيف يجب أن ندعمهم بأفضل وسيلة. سوف ننظر إلى هذه السبل مع الوزير ومع الرئيس، وأيضا أعتقد أن هذا سيكون جزءا من مناقشة يوم الجمعة وبخصوص قرار كل طرف. كل خطوة نعمل بها لأجل دعم أوكرانيا بأفضل شكل ضد روسيا. وإذا نظرت إلى موقفنا الحالي في هذه أيام عصيبة بالنظر إلى هذا العدو، ولكن إن أوكرانيا لازالت قوية وصامدة، وأعتقد أن هذا عنصر إلى ما الذي يمكن أن يحدث مستقبليا من الناحية الديمقراطية والاقتصادية والعسكرية، وأن بوتين سوف يستمر في هذا الفشل العسكري، وأن أوكرانيا سوف تتحول إلى نجاح، ولكن لا زال هناك العديد من العمل لابد أن يحدث للتأكيد على هذه النتيجة. سوف نستمع عمليا إلى هذا السياق، وسوف نقوم بإرسال التقارير بخصوص الأسلحة الإيرانية. كما قلت، هذا يزيد من المرونة والإمكانية العسكرية لروسيا. لديهم صواريخ بالفعل، ولكن بالحصول على هذه القرذفات الإيرانية هذا يعني أن روسيا ستكون قادرة على أن تقوم بهذه الصواريخ الخاصة بها وأن تقوم بهذا المدى البعيد لهذه الهجمات. فهذا الأمر يتعلق بإمكانياتهم العسكرية. أي شخص يقوم بمساعدة روسيا سواء مباشرة كما تفعل إيران وكوريا الشمالية أو غير مباشرة كما تفعل الصين، إنه يقوم بزيادة هذا النزاع، وهذا يعد تهديد لكل أوروبا. أعتقد أن في أي سياق أوروبي إنهم ينظروا إلى روسيا كأكبر تهديد لأوروبا منذ الحرب الباردة. يجب أن تعمل الدول على تهدئة الأمر، وإنهم بهذا السلوك يقومون بزيادة الصراع والحرب، وهذا أيضا يؤثر على علاقتنا جميعا في أوروبا. كما تتوقع، لقد تناقشنا حول أوكرانيا منذ أن أصبح أحط في هذا المنصب على مدار أسبوع، وكان لدينا نقاشات مثمرة حول مدى أهمية هذه اللحظة الحاسمة لأن نكون سويا وأن نستمع من نظرائنا في أوكرانيا رئيس زيلينسكي حول الوضع على أرض الواقع وحول احتياجاتهم. سيكون من الخطأ تماما أن نعلق على بعض التفاصيل بشأن العمليات التي تحدث في منتديات كهذه، لأن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يستفيد من هذا السياق هو بوتين، ونحن لن نعطيه أي ميزة فيها غزوه الغير قانوني بخصوص الصواريخ البالستية. هذا أمر سيء نراه حالياً من قبل إيران، وهذا بالطبع يؤدي إلى توسيع رقعة هذا النزاع، ونحن نعمل لأجل رد منسق. من صحيفة الغارديان، شكرا لكم جزيلا.
إن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت تحدث حول أهدافنا الاستراتيجية في حربه مع حماس وحول اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين مع حماس، هل تتفق مع تقييمه؟ ثانياً، هل بشأن محادثات وقف إطلاق النار، ما هي ضمانتكم بشأن نتنياهو ومحور فيلادلفيا وأن لن تكون تتواجد قوات إسرائيلية هناك وأن هذا الحق سوف يحترم؟ بشأن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إنها من الدول التي تحدثت حول قوات حفظ السلام التي تكون موجودة في غزة، هل ترغبون في أن تقدم الدول العربية على خطوة مماثلة بشأن وقف إطلاق النار؟ إليك ما يمكنني أن أخبرك به، أكثر من 90% من القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار قد تم الموافقة عليها. نحن فقط نتعامل في بضع الأمور، إنها صعبة ولكنها ربما تكون قد حلت بالكامل، وكما قلنا مسبقاً إننا على بعد خطوات، ولكنها هي الخطوات الأصعب حين نقترب، ولكننا نؤمن بأن يمكننا العمل مع النظراء والشركاء لرأب كل هذه الثغرات في الوقت المناسب، وسوف نظهر هذا أمام جميع الأطراف وسوف ننظر إلى ما سيقوله. أعتقد أن هذه هي المصلحة الأهم للجميع ولكل من في المنطقة، أن يحدث وقف إطلاق النار. من الواضح أن هذا في مصلحة إسرائيل، ومن مصلحتها أن تعيد هؤلاء المحتجزين إلى منازلهم، وأن تخفض من هذه التوترات الموجودة في غزة، وأن يكون هناك نوع من الاستقرار في الشمال. إنه لمن مصلحتهم، ومما سيمكننا أيضا أن نعمل على تهدئة الوضع في البحر الأحمر مع الحوثيين، وأيضا سيفتح أفاق مختلفة سوف تؤدي إلى زيادة أمن إسرائيل على المدى البعيد، من بينها أيضا علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وأيضا كما رأينا ما حدث في إبريل الماضي حين تعرضت إسرائيل لهجوم مباشر من إيران لأول مرة، هذا أمر غير مسبوق، وشهدنا دول مختلفة، وهذا يظهر كيف يمكن أن يكون المستقبل، كيف يمكن أن تكون إسرائيل منخرطة في المنطقة لديها علاقات جيدة مع دول في الجوار، وكيف يمكن أن تكون محمية في هذا السياق ضد أي عدوان يأتي من قبل إيران ووكلائها، وهذا وأن إيران ووكلائها سيكون معزولين، هذا هو المستقبل المحتمل، ولكن بالطبع هذا يتوجب حل مشكلة غزة والنزاع هناك، فإن هذا هو المسار الصحيح ليحظى الفلسطينيين بشأن وطنهم المستقل، وهذا أمر صعب، ولكن هذا هو الأمر الإيجابي، والبديل عن هذا هو استمرار هذا النزاع، وعدة جبهات حالية الآن مفتوحة ليس فقط في غزة، ولكننا نرى ما يحدث في الضفة الغربية وعدم الاستقرار وانعدام الأمن هناك، وأيضا ما يحدث في الشمال واحتمالية أن يكون هناك حرب أوسع مع حزب الله وإيران. هذا مهم ليس فقط للتأكد من عدم تكرار 7 أكتوبر، ولكن أيضا لمنع انتشار هذا النزاع وتوسيع رقعته. لذلك أعتقد أنه بالنسبة لإسرائيل وأيضا لأجل الشعب الفلسطيني وخاصة الفلسطينيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة لتخطي هذا الأمر ليستطيعوا الحصول على الأدوات الصحية التي يحتاجونها، وأيضا ليستطيعوا إعادة إعمار بلدهم، لا يمكن أن نتحدث نيابة عن السيد سنوار، إنه يجب أن نتخذ هذه القرارات بنفسه، ولكننا نعمل على وقف إطلاق النار
لأننا نرى أنها سيؤدي إلى العديد من المسارات الإيجابية. ودعونا ننظر إلى أين سنتوجه في الأيام القادمة. إن هذه التقييمات أن 90% من هذا الصفقة قد تم معالجة هذا الصحيح، وأننا ما نحتاجه وأيضا ما يحتاجه الأطراف هو السلام، وهذا ما يجب أن يحدث من قبل نتنياهو وسنوار، أن يأتوا إلى هذا الصف وأن يأتوا إلى طاولة المفاوضات للحديث حول المستقبل. إنه من الضروري لنا وأيضا من الهام أن نتحدث مع النظراء والشركاء العرب في المنطقة، وأن نركز كما ركز سؤالك على مستقبل غزة، وأن هذا يتعلق بالضمانات العسكرية التي يحق لإسرائيل أن تحظى بها. وأيضا الشركاء في العرب من بينهم الإمارات يظهروا قيادة في هذا السياق وهذا الالتزام الأمني، ولكن ما أرى أنه من الضروري للغاية كما يقول الجميع أنه لابد أن يكون هناك مسار لحل الدولتين، لابد أن يكون هذا موجودا، ولا يمكن أن يحدث هذا الالتزام إلا عن طريق المناقشات بشأن الأمن في غزة. وأيضا مع إدارة غزة يجب أن ننظر إلى تنشيط للسلطة الفلسطينية، وأيضا يجب ألا تتقدم حماس أكثر من هذا. هذا بخصوص مستقبل غزة، ولكن بينما نحن نتحدث عن أهمية إبرام هذه الصفقة للوصول إلى هذا اليوم التالي وهذا المستقبل، ونستطيع رؤية هذا المسار نحو الأمن في كلا الجانبين. شكرا لك سيدي وزير الخارجية. هل يمكنني أن أطرح عليك السؤال حول الشرق الأوسط؟ إن القوات الإسرائيلية ستقوم بإطلاق بعض التقارير بشأن هذا التحقيق الجاري حول مقتل المواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية. هل قتلوا برصاص إسرائيلي تعمدا؟ هل أنت متأكد من أن هذه التقييمات وهذه التقديرات التي ستأتي من قبل إسرائيل، ما الذي ترغبون في إسرائيل أن تفعله أكثر؟ أود أيضا أن أسألك حول حكم المحكمة الجنائية. كان هناك مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء نتنياهو، وربما بعض الدول الأوروبية تتخذ موقفا مختلفا عنكم. هل يمكنك أن تخبرنا ما هو موقفكم؟ هل تدعمون هذه الخطوات أم أنك تختلف مع الحلفاء في هذا السياق؟ شكرا لك جزيلا على هذا السؤال. فيما يخص القتل المأساوي الذي شهدنا للمواطنين الأمريكيين، أننا ننظر إلى هذا التحقيق القادم الذي سيأتي. ودعوني أكون واضحا أن هذا القتل كان غير مبرر، لا يجب أن يقتل أي شخص لمجرد اعتصام أو مظاهرة. لا يجب أن تكون هناك أي مخاطرة فقط للتعبير عن الرأي بحرية. وإن تقييمنا أن القوات الإسرائيلية لابد أن تقوم بعمل تغييرات محورية في طريقة تعاملهم في الضفة الغربية، من بينها أيضا تغيير لأدوارهم وكيفية اشتباكاتهم. إننا ننظر إليهم لا يتفاعلون بشكل كافي فيما يخص المستوطنين والضفة الغربية. نرى هذه التقارير من قبل القوات الإسرائيلية، والآن نحن لقد شاهدنا المواطن الأمريكي الثاني الذي قتل من قبل القوات الإسرائيلية. هذا غير مقبول ويجب أن يتغير، وسوف نكون واضحين في هذا الشأن مع قادة رفيع المستوى الإسرائيلي. نحن ننظر بحرص شديد لنتائج هذه التحقيقات، وأيضا بالشأن النتائج الأولية،
من الواضح أن هناك مشاكل محورية وجادة يجب التعامل معها. أعتقد أن من المهم أن نؤكد عليه في هذا السياق هو الديمقراطية الكبيرة، هو حول إيماننا بالشأن القوى المنفصلة والمستقلة. هناك الولاء والإخلاص وهذه الشعارات، وأيضا من المهم للسياسيين الذين يمثلون شعوبهم لطالما كنا واضحين في بريطانيا، وأنا أؤمن بدور القانون الدولي والنظام العالمي وهذه الأمور المؤسسية الهامة. ونحن اتخذنا قرار الأسبوع الماضي فيما يخص تصدير الأسلحة وأنها كانت غير قانونية. نحن نؤمن أن القانون الدولي وأن هذه السياقات لابد أن يكون هناك قرارات تقوم بها المحكمة. لا أرغب في التعليق عن على هذه التقييمات التي تؤهل إلى هذه الأمور كمحامي، ولكني سأترك هذا الأمر للمختصين للتعليق على هذه الأمور المعقدة. Thanks a lot.